كغات في تانيك في العواشير ها هادو ماشي تاع ماشي التقاليد تاعنا حاجه نقهنقها ما دام من على الشيطان ها والله صحيح عندك الحق مي بصح كي شغل تكون حاجه هكا خفيفه ما لازمش نكثروا ما لازمش واحد يخسر على كل حال بيسو لا للتبذير نذكروها ونعاودوها للتبذير واحد يلقى الصح سي فري سي فري صح الواحد يدير حاجه كيما يقولوا واش قدر عليها يدير هذا شهر كيما يقول لك التوبه والغفران لو كان نتبعوا غير واش نطيبوا والقراته الاخت السحور باش والله غير حنايا ما نتسحروش قبل ما نجو حنا نقدروا ناكلوا هكا حاجه خفيفه ولا نقدروا من حوجي ما تسحروش قلت جات لي بروس لي جاكي تشان هكا كان يسون جاكي تشان ما كان ما يتسحرش نديرك لي زابو صباح الاخت شوفي راح لا تبعيني. لا نسحروا هكذاك الوحده ونص بدنا نسحروا ونرقدوا مليحه السؤال اللي راه جاي راح يكون مقطع راح تشوفي في التلفزيون ان شاء الله ومور هذا المقطع راح نطرح عليك السؤال ومقطع معروف في الفيلم تاع الانسبكتور طاهر ما كانش اللي ما شافوش تفضلي الاخت شوفي معنا الو راكي شفتي المقطع السؤال يقول هو وذكر بزاف اطباقه بصح السؤال يقول ما هو الطبق الاول الذي طلبه المفتش الطاهر من جارته كان يتفشش وشنو هو الطبق الاول اللي ضمنده والله ما دابا هذيك ما كانش يقين بلاك شوا هكذا ولا حاجه مشويه واش من حاجه في الجسم مشويه الكبده هكذا لا 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 ليستاك لا 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 هو يعرف صلاح ولا سبيكتور يعرف صلاح عمي مليح عاوني نعاونك ايه واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة لي كوتلات الكوتليت مقلي الكوتليت مشوي مبروك عليك الأخ مبروك عليك الله يسلمك الله يسلمك واش نسيت واش كنت نقول لك إن شاء الله نطلبوا الشفاء للأب تاعنا لصالح إن شاء الله ربي يشافيه ربي يحفظك بارك الله فيك إن شاء الله ربي يشافيك إن شاء الله الأب تاعنا هذاك إن شاء الله ربي يشافيه ربي يطول إن شاء الله في عمره ربي يشافيه ربي يحفظك ربي يحفظك ان شاء الله ربي يشافيه امين يا رب العالمين في هذا العرس انا نقول لك واش عندي متمنيه نربح نعم والله العظيم ما عندي ماشينا لافي لو كان كاين ماشينا لافي نقدر نربح ولا كوزينيا ولا فريجيدار هادو هما ثلاثه اللي انا نحوس عليهم والله العظيم يا مدام واش حبيتيني نقول لك والله غير واش نقول لك استنى تشوف الو وي ميكسور من بعد سهل قال لك ميكسور من بعد سهل مبروك عليك ميكسور مدام ومن بعد سهل ان شاء الله يعطيك الصحه الاخت بارك الله فيك شكرا على المباشر كما عودناكم على قناه البلاد نعاودها ونقولها نشكروا نوتخو سبونسور جيون اللي عطى لكم الفرصه باش تربحوا معنا دي كادو شابين بالبزاف نذكركم لا ليست تاع لي كادو اللي تقدروا تربحوهم معنا على المباشر ميكرو هوند بلاك شوفونت لي ديمو لي كويزينيير لي فور الكتريك اي لي ميكسور هذا هما لي كادو اللي تقدروا تربحوهم معنا على المباشر وفير بار نوتخو سبونسور جيون نسيو ناخذوا مكالمه باش نسيو نربحوا الماكسيموم تاع الناس الو نعم الو اهلا واش راكم لاباس لاباس صحتكم بخير لاباس الحمد لله بصحة عقلكم كيف الامور الحاله هانيه والله غير الحمد لله يا ربي الحمد لله منك تعيط لنا الاخ ما العين دفله تحيت لنا العين دفله ومتفاياه واه واسمك الاخ تيزانيه احمد عطاني الازدوز نو برينو كلش واش راك خويا احمد والله غير لاباس الحمد لله حاله هانيه الحمد لله يا ربي كيف اجواء تاع رمضان في بومدفع لاباس الحمد لله كيف احكي لنا الاجواء اسكو كاين شويه نرفزه اسكو شويه عقلين اسكو كاين شويه بومدفع متنا منرفين تماك ما كاش ها غبار يطير شويه لاباس الحمد لله احكي لي في الطابله كيفاه اليوم واش كان في المنيو اليوم باش نجيو نعرفوا احنا نحبوا نعرفوا هذه الامور ما سمحتش اليوم واش باش فطرتوا اليوم الاخ فطور كي العاده شويه حريره طاجين زيتون شويه قراتا بورك يا حوجي كاع راكم بالقراتا ها هادو ماشي التقاليد تاعنا القراتا ماشي التقاليد تاعنا ها بركاكم القراتا عفسه نقح حاجه مليحه القراتا
الكراتي يبغى الفراري. معليش كيتس. كيتس معليش. وباش السحور؟ السحور ما قلت عليك انا السحر بالفلو والدراري يسحروا بالطعام. الله اكبر بالفلو بصح الفلو ما يدير والو يجوز تبلق قلب خلاص راه راح. البن والو انا ماشي فورتيش. استعار بيك هكذاك باسكو مبات ولي صاحبو مدفع. الاخ تبع مليح راح نبعث لك دوكا مقطع تاع مسلسل معروف. ايه الاغنية يعاونوني الدراري. يعاونوك الدراري على بالي بلي شافوه وعاودوا شافوه على بالي شافوه كاش 100 مرة مينيموم. ان شاء الله. وموراها راح نطرح عليك السؤال ان شاء الله تكون ان شاء الله يكون الجواب صحيح. ان شاء الله. اين نبعثوا له. تكون صحيته. انا غزالي لا لا عبلة بنت. انا غزالي في الجبل. كيما راك شفت المسلسل الاسطوري عاشور العاشر الموسم الثاني مع الفنان القدير صلاح وقروت ربي يشافيه والمخرج جعفر قاسم واللقطه اللي شفناها مع الفنانه ثانيه سهيله معلم. دونك السؤال يقول تبعني مليح شحال دوموندات عبله من عود العاشور العاشر؟ ما هو عدد الاعواد الاحصنه الذي طلبته عبله من عاشور العاشر؟ شحال من عود دومونداتو العاشور العاشر؟ احتاج شوكا عاشور. ايه انا في خمس دقائق. عاوني شويه فيه. صح شور طوموبيل، شور طوموبيل شحال فيها من عود؟ 100. زيد. ايه لو كان تسمعني في التليفون خير. في الجهاز قلت لك ماشي في جهاز التلفزيون هكذاك خير تسمعني. 400 حوجي انا هذه لامبورغيني يا سوينه نطيرو. دوماج. فكرني واسمك فكرني. احمد. واه اسمعني في التليفون. اسمعني في التليفون ما تسمعنيش في جهاز التلفاز. ايه راه في الماضي. واه راك تسمع فيا احمد راك تسمع. واه صح طف. اسمعني في التليفون خير. واه حاول تجيك تلتني غير بواه واه وانت رانا مديكالي. هاك معايا دوماج ماهوش يسمع فيا. ها كيفاش راح ندير مع احمد؟ اي احمد بصح انا كي نهضر معاك شغل راك تبع في التلفزيون ما كاش كيفاه. الو دوماج بعدين احمد دوماج. الو احمد وي احمد راك تسمع فيا احمد؟ راني نسمع فيك. صح تبعني مليح. شوف هياك خسرت احنا ليميسيون تاعنا واش ما ننسى تربح راهو يتقطع. الريزو راهو يتقطع. انا نضربوا ساعه مع احمد باش يريبوندي لنا دوكا هكذا. ها كيفاه نديروا احمد؟ ها تبعنا في التليفون احمد. احمد مبروك عليك الديمو اوفير بار نوتر سبونسور جيون. يعطيك الصحه شكرا. ديمو اوفير بار نوتر سبونسور جيون هايل 8K HDMI USB دولبي سوراوند تكابتي كلش. ناخذ مكالمة. الو نعم نديرو شلوكسي ونربحو ان داني كادو. الو نعم. الو واش راكي لوك لاباس بخير؟ لاباس الحمد لله وانت كم مليح؟ الحمد لله. منك تعيط لنا الاخت؟ صح فطوركم صح فطورك. ولاد الصيف. شكرا ولاد الصيف تحياتنا للناس الصيف اللي نحبوهم بزاف. الله يسلمك. بكل اختصار واش درتي فطور اليوم مدام؟ درت شربة درت بوراك درتو بالسلخ والبطاطا والفرماج درت بكبوكا ودرت شلاضة وحم حلو كي العادة. الله يبارك. والسحور والسحور باش؟ السحور ندير مسفوف. الله يبارك. الله مسفوف وحده بلا البن ياك؟ بالبن ياك. جينا المسفوف بالبن بغيتو تكولي الضالة كيفاش نوضو صباحاش؟ أنا على الشيطان لا. نوضو دايخين شوية صباح. معليش تبع مليح السؤال الأخت تبع مليح السؤال راح نطرحه. نعم ماشي. من هو الحيوان الذي لا ينسى من ظلمه؟ ما حب يقول وشنو هو الحيوان اللي
كي ديري له كاش حاجه امبوسيبل ينساك، تما الا كاش ما درتي له حاجه ماشي مليحه ما ينساك، ما ينساكش افي، يقعد يشفع عليها. القط ها القط الكلب ها حوجي جبدي لنا كاع الجاردان دي سياس نعاوني شويه باش نعرف امه حيوان شغل حقودي حقودي تما حياته كاع يقعد يشفع عليك لو كان ديري له حاجه ماشي مليحه. الاسد اه الاسد هكذا بلا هك طح طح وينسى غدوه ينسى قلبه واسع ملك الغابه. زيدي شكون ثاني؟ والله ما عرفت. دوماج دوماج. شوفي مدام نعم عندك 10 ملاير في يدك 10 ثواني كيفاش راح تصرفيهم 10 ملاير 10 ثواني هاي نبداو من دوك باش تربحي معنا كادو. ندي والديا للحج نبني مسجد نصرفهم شويه على روحي نشري فيلا نشري طوموبيل ونعاون شويه الناس الفقراء والمساكين ندير جمعيات في رمضان باش نوكل الناس. غنبقاو لك 6 ملاير 6 ملاير زيدي نخبي في الكونت. هاكي خبيتي غنبقاو لك 4 ملاير 4 ملاير 4 ملاير نبني بهم مسجد. هاكي بنيتي ديجا مسجد راح تبني راح تبنيهم كاع مساجد ها وكاين ديجا زوج نخدم ندير زوج فنادق باش نبدا نخدم بهم. هذا 4 ملاير الاخت هذه مش من زوج فنادق حوجي انا معليش مبروك عليك الاخت مبروك عليك والفال الفال 4 ملاير زوج فنادق ان شاء الله كي اليوم ان شاء الله كي اليوم ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. يقول لك لي فول على روحه يربحها لي فول على روحه يديها ان شاء الله. الاخت كي ربحتي معنا اون بلاك شوفونت offert par notre sponsor géant بالبركه عليك الاخت يعطيك الصحه. شكرا سيداتي وسادتي يعطيكم الصحه اللي تبعتونا. نتلاقاو ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله نتلاقاو باش نعاودو نربحو لكم دي كادو شابين offert par notre sponsor géant. نشكرو قناه البلاد نشكرو notre sponsor géant يعطينا الفرصه باش نربحو لكم دي كادو شابين بالبزاف كل يوم في هذا رمضان مازال مفاجآت بإذن الله. يعطيكم الصحة اللي تبعتونا ما بقى لي غير نقول لكم صحة سحوركم وما تنساوش مازال لي بروغرام شابين على قناة البلاد على خير. السلام عليكم.